السلام عليكم، أهلا فيكم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معاكم عن هذا البرنامج. البرنامج موجود في أبل ستور الآن مجانا، مثل ما نشوف تقدرون تحملون هذا اسمه. تقدر بس تبحث عن في أبل ستور بهذا الاسم، ما يحتاج أحطه تحت في الوصف. الآن في وقت عمل الفيديو اللي هو بتاريخ 2 ماي، الآن البرنامج موجود في أبل ستور مجانا. ميزة البرنامج إنك تفتح حسابك في الأبل ستور. طبعا البرنامج شغال على الآيفون والآيباد، مثل ما نشوف هنا مكتوب حق الآيباد. تفتح حسابك للانستغرام فيه وتستعرضه كالانستغرام عادي، وتقدر تحمل من فيديوهات اللي في الانستغرام، الصور من الانستغرام. فبرنامج حلو وبسيط، افضل من بعض البرامج. انا سويت برامج مثل البرنامج، سويت له مراجعه، سويت كذا برنامج هنا في الداونلود مثل ما نشوف، سويت حق هذا البرنامج. راح تشوف بعض الفيديوهات اللي سويت لهم شرح لحق التحميل موجودين تحت. طبعا هذه البرامج شامله، ما يكون بس لحق الانستغرام، يعني لازم تروح تفتح الانستغرام، تاخذ الرابط حق البوست او الصوره او الفيديو، تفتحها من هنا وتحملها. لكن هذا سهل، يعني مثلا حق اشخاص ما يبون التعقيدات، ما يبون انك تفتح وتحمل، يكون خصيصا للانستغرام. تفتح الانستغرام حق، تفتح حسابك فيه اول شيء. نفتح مثل ما نشوف الحين، لازم نسجل حسابنا اول شيء، فبراح اسجل حسابي وارجع معاكم. طيب مثل ما نشوف نسجل الدخول، مثل ما نشوف بعد ما نسجل حسابك في الانستغرام لازم يجي لنا شروط نقبلها، بعدين خلاص حسابك في الانستغرام يفتح. هنا السيرش الاكسبلور نفس اللي في الانستغرام. لو نفتح الانستغرام مثلا، مثل ما نشوف هنا هذا اللحوم حقك، هنا الاكسبلور اللي يطلع لك نفس الفيديوهات اللي يطلع لك هنا، نفس اللي تكون هنا اشتراك حقك مثلا. فمثل ما نرجع مثل هذه الصورة نفسها موجودة هنا، فنفس الحركة، نفس مستعرض الانستغرام، لكن مستعرض يكون للتحميل، انما راح يكون سلس في المشاهدة. مثل ما نشوف لو نروح الاكسبلور مثلا نشوف اي فيديو نبي نحمله، او نروح مثلا الصفحة حقتي، هذا الصفحة حقتي اللي بيضيف في الانستغرام، هذا الحساب حقي مكتوب فوق. لو نشوف مثلا فيديو من الفيديوهات نحمله، نضغط عليه هذا الفيديو، راح يجي لنا كبداية اعلان مثل ما نشوف، ننتظر الاعلان بس يخلص. اوكي، الحين هذا الفيديو تبي تسوي ايديت كابشن او ريبوست تو انستغرام، انك ترجع ترفعه في حسابك مثلا انستغرام، او انك تسوي سيف. احنا بنسوي سيف، نضغط على السيف، يقول لك تبي يوصل حق البوم الصور حقك، قول له اوكي عشان يحفظ الفيديو. نروح للصور الحين، ننزل تحت هذا الفيديو، نفتحه يطلع الصوت برضه مثل ما نشوف، مو بس صوره، يكون فيديو كامل يعني يحمل لك الصوت مثل ما نشوف. هذه نفس الحركه دي كلها، يعني مثلا نرجع لو نفتح فيديو ثاني مثلا، مثلا نحمل هذا الفيديو، مثل ما نشوف برضو يجي لنا اعلان، خلص من الاعلان يجي لي اكسنا نكنسله، نضغط سيف بس خلص. الحين ينزل لك الفيديو هنا، هذا هو الفيديو جاء. طبعا مو بلازم بس حسابك في الانستغرام، مثل ما قلت لكم تقدر تشوف اللايكات اللي مسوي لهم انت، تقدر تروح حق الاكسبلور تبحث عن اي حساب وتفتحه، تقدر تروح اي فيديو عندك من الاشخاص اللي ضايفهم عندك، تقدر تسوي له حفظ مثلا هذا الفيديو، ما ادري شنو هو بس انه المهم تحفظه، ترجع تشوف هذا هو جاهز هنا، يكون شغال على طول عندك مثل ما نشوف. بس هذه ميزة الفيديو، الفيديو مثل ما قلت لكم ميزته بس تحفظ الفيديوهات والصور برضو. خلينا نشوف مثلا صورة، نضغط عليها نحفظها، نرجع نشوفها هنا موجودة. طبعا بعضهم يقول لك ليش احفظ صور؟ ابي احفظ الصور اقدر احفظهم من الانستغرام نفسه، تسوي لها كابتشر. صح انك مثلا لو تروح حق صوره وتسوي لها كابتشر كذا او سكرين شوت، تضغط عليها كذا وتصقر الحواف وتحفظها، طبعا صح بتسوي هذه الحركه، لكن المشكله انها ما راح تكون نفس الجوده، فالافضل انك تحملها من برنامج بيكون افضل بكثير. بس مثل ما قلت لكم هذا ميزات البرنامج، والبرنامج مثل ما تشوفون هذا هو اسمه. بس ابحث عنه في الاب ستور مثل ما نشوف الحين، نكتب على طول يطلع لنا اول واحد، نضغط عليه نقدر نحمله. طبعا مثل ما قلت لكم في ذا الوقت 2 ماي، ما ادري بعد اسبوع بعد اسبوعين راح يتكنسل ولا لا. او طبعا نازل فيديو تو عندي في القناه، اول تعليق من خالد الغامد، حظك يا خالد انك طلعت الفيديو الجاي، تو نازل هذا الفيديو زي ما نشوف. خالد الغامد اول تعليق، خش عليه نعطيك لايك يا خالد. وبس في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.